السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في المؤتمر الثاني لأمراض القلب لعام 2019 في هذا اليوم الكريم بالمنطقة الشرقية، والذي يخطو فيه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام خطوة أخرى نحو التميز والنجاح وتقديم رسالة في مجال أمراض القلب الإسعافية. إن برنامج المؤتمر قد تم تنظيمه وإعداده بإذن الله إعداداً جيداً من قبل أطباء القلب والطوارئ وطاقمهم الصحي وجميع من ساهموا وشاركوا، وكلهم يسعون جاهدين لتعزيز التعليم المستمر لجميع الممارسين الصحيين، وسيكون ذلك بعرض تفاعلي وعملي وقائم على المفاهيم الأساسية لطب طوارئ القلب.